اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا من شركة سامسونج، هو السامسونج جالاكسي ام 14 ال4G. في الفيديو ده تعرف كل حاجة عن الموبايل، تعرف مواصفاته، تعرف مميزاته، تعرف عيوبه، تعرف سعره. مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل، حتى محتويات العلبة بتاعته هتعرف فيها ايه. خليكم معانا لاخر الفيديو، متنسناش اللايك الجميل بتاعكم، ويلا بينا نبدأ الفيديو. نقول بسم الله. تصميم الموبايل عندي كله جاي من البلاستيك، سواء الظهر او الفريم. تصميم الموبايل نفس رصة الكاميرات بتاعت سامسونج في الظهر، ما تغيرتش. الموبايل بيدعم تركيب شريحتين 4G مع كارت ميموري في نفس الوقت. وزن الموبايل ده 194 جرام، والسمك بتاع الموبايل 9 ملي. فالموبايل هتلاقي مسكته في الايد خفيفة لانه السمك بتاعه قليل. الشاشة في الموبايل ده من نوع IPS LCD. القياس بتاعها 6.7 بوصة، والدقة بتاعتها 2400 × 1080 بكسل، والجودة بتاعتها فول اتش دي بلس، كثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة. معدل تحديث الشاشة دي 90 هرتز. الشاشة هنا كويسة بالنسبة للفئة السعرية اللي فيها الموبايل. اما المعالج اللي موجود في الموبايل ده فهو من شركة كوالكوم، والسناب دراجون 680. المعالج هنا معالج ثماني النواة، دقة التصنيع بتاعته 6 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الادرينو 610. المعالج عندي هيديك اداء كويس بالنسبة للفئة السعرية اللي موجود فيها. اما السوفت وير فوق اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الوان يو اي 5.1، وللأسف مش نازل باندرويد 14 اللي هو احدث حاجة. كاميرات عندي الكاميرا السيلفي هي كاميرا واحدة بس 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.0، وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080. اما الكاميرات الخلفية فهما 3 كاميرات، الاساسية عندي 50 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.8، ودي الكاميرا الاساسية، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4، ودي بتاعت الماكرو اللي هو تصوير الاشياء الصغيرة يعني، والكاميرا التالتة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4، ودي بتاعت العزل. الكاميرات هنا فيها فلاش وهتصور معاك فيديوهات لحد 1080. الكاميرات هتديك اداء كويس بالنسبة للفئة السعرية اللي موجود فيها الموبايل. اما البطارية فهي 5000 ملي امبير مع قدرة شحن 25 واط، وللأسف القدرة دي قليلة شوية عن الموبايلات في نفس الفئة السعرية. وتاني حاجة وللأسف سامسونج بقت شغال عليها الفترة الأخيرة، وان هي مفيش راس الشاحن في قلب العلبة، فهتضطر تشتري الشاحن بشكل منفصل. الموبايل مفهوش سماعات ستيريو، في منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، في بصمة على زرار الباور، في فيس انلوك. الموبايل نازل عندي باصدارين، اول اصدار اللي هو ال 64 جيجا مساحه تخزين داخليه مع 4 جيجا رام، وتاني اصدار اللي هو ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الموبايل نازل بالوان الازرق الفاتح والازرق الغامق. سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده للنسخه الاصغر 100 دولار او ما يعادل الرقم ده في عمله بلدك، والنسخه الاكبر اللي هي ال 128 و 6 جيجا رام 140 دولار او ما يقابل الرقم ده في عمله بلدك. طب لو حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقيه في العلبه بتاعته؟ هتلاقي الموبايل وسلك اليو اس بي وكتيب التعليمات بتاع الموبايل. طب سريعا كده، ايه هي اهم عيوب الموبايل ده؟ للاسف مفهوش شاحن في العلبه، مفهوش سماعات ستيريو، ما بيصورش 4K اخره 1080، مستشعر الجايروسكوب مش موجود في الموبايل ده، قدره الشحن 25 واط قليله شويه بالنسبه للمنافسين. طيب ايه هي اهم مميزات الموبايل ده؟ الشاشه عندي شاشه كويسه وشاشه كبيره. المعالج هيديك اداء كويس. الكاميرات الخلفية هتديك أداء كويس. البطارية نوعا ما كبيرة، في مكان مخصص تركيب كارت ميموري من غير ما تشيل أي شريحة، في هتلاقي بصمة على زرار الباور. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.